الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله أطعمه أهلك، هل يطعمه أهله على وجه الكفارة أم على وجه الصدقة أو النفقة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. عبد الله تعال سند منه ولا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن قوله أطعمه أهلك أي على وجه الكفارة التي وجبت عليك، ومنهم من قال بل قوله أطعمه أهلك أي على وجه النفقة. فإن قلت وهل ثمة ثمرة تترتب على خلاف العلماء هذا؟ فأقول نعم، فإن من قال إن إطعامه لأهله على وجه الكفارة قال بجواز دفع الكفارات للقريب الذي تجب له النفقة، فالأب يدفع كفارته لأولاده، والزوج يدفع كفارته لزوجته، والبنت أو الأبناء يدفعون كفارتهم لوالديهم، مع أنهم تجب النفقة عليهم. وأما من قال بأن قوله أطعمه أهلك لا على وجه الكفارة الواجبة عليك، وإنما على وجه الحاجة لك ولأهلك، فخذ هذا وأنفقه على أهلك وتبقى الكفارة دينا في ذمتك متى ما أيسرت فأخرجها، الذين قالوا بهذا القول قالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته ولا كفارته لمن تجب نفقته عليه. فهمتم هذا؟ فإن قلت وأي القولين أرجح؟ أقول أصح القولين أن الكفارات لا يجوز دفعها لمن تجب نفقته عليك، وأن القول الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك لا على وجه الكفارة وإنما على وجه النفقة، أطعمه أهلك نفقة لا كفارة. وبرهان هذا أن السائل نجزم جزما بأن أهله وإن كثروا لا يبلغون الستين، والإطعام في كفارة الجماع يشترط فيه استيفاء الستين، فلو أنه أطعم أهله 60 مرة لما أجزأ ذلك، بل لا بد من استيفاء عدد المساكين. وبناء على ذلك فقوله أطعمه أهلك لا على وجه الكفارة في أصح القولين وإنما على وجه النفقة. وبناء على هذا الترجيح فالقول الصحيح أن من وجبت عليه أي كفارة من الكفارات فلا يجزئه أن يدفعها لمن وجبت عليه نفقته، فإذا وجب على الأب كفارة فلا يجوز أن يدفعها لأولاده ولا لزوجته، وإذا وجب على الأولاد كفارة فلا يجوز أن يدفعوها لوالديهم، فلا يدفعونها لعمودي نسبهم الأعلى وهي أصولهم وإن علوا، ولا لنسبهم الأدنى وهم أبناؤهم وبناتهم وإن سفلوا، فلا يدفع الإنسان زكاته لا لأصوله وفروعه ولا لمن تجب عليه نفقته، وكذلك الكفارة لا يجوز للإنسان أن يدفعها لأصوله ولا لفروعه ولا لمن لزمته نفقته، وهذا هو الأصح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.